فيلم الكنز هو من إخراج المخرج شريف عرفة. الفيلم هو يتكلم عن ثلاث حقب زمنية، اللي هي حقبة الفراعنة وحقبة الدولة العثمانية وحقبة البشوات. فكرة الفيلم هي مختلفة ومغايرة عن السينما المصرية، بحيث أن هذا الفيلم راح يكون مجزأ لعدة أجزاء، مثل ما تتذكرون فيلم لورد أوف رينجز في هوليوود. فأعتقد هذا الفيلم راح يكون مجزأ لعدة أجزاء. الجزء الأول فكرته هي عبارة عن مقدمة أو تمهيد لأحداث هامة في هذا الفيلم. طبعا في فترة البشوات محمد سعد اللي يؤدي دور الضابط الكبير يلقي القصة أو يقول القصة حق أحد على أساس أنه يوصل لمرحلة اللغز، لغز الكنز هذا. طبعا احنا راح نعرفها اللغز هذا ان شاء الله في الاجزاء القادمة. مرحلة البشوات لمحمد سعد، ومرحلة الفراعنة هي كانت لهند صبري، ومرحلة الدولة العثمانية كانت لمحمد رمضان. سيناريو الفيلم هو صعب من حيث انه كيف تقدر تعدل بين هالثلاث حقب زمنية، وكيف تقدر تعدل بين هالثلاث شخصيات الرئيسية أو الشخصيات الموجودة في هالثلاث حقب زمنية. فأنت لازم تعدل بين هالأماكن أو بين هذه القضايا وهذه اللقطات، على أساس أن المشاهد يشوف الفيلم راح يقول لك أوكي في انضباط، في شغل جميل. أنا بالنسبة لي في الجزء هذا عجبني موضوع الكتابة، أنه هو قدر يعطي كل فنان أو كل دور حقه، وكل مشهد يعطاه حقه، سواء كان في مشهد فترة الفراعنة جاب لك الرومانسية، جاب لك الخيانة، جاب لك السلطة فيها بشكل جيد، وفترة الدولة العثمانية جاب لك المعارك، جاب لك الشغلات اللي كانت تصير ذيك الأيام، سواء كانت بالبيع والشراء والأمور هذه، وأيضا الرومانسية جاب بشكل جميل جدا. وفترة البشوات جاب لك فترة الإرهاب، قصة الإرهاب وقصة تغيير الحكم للفترة ذيك، طبعا كيف كانت جابها أيضا بشكل منضبط. فهني انضباط أنا عجبني بين كل حقبة في كتابة السيناريو. لم يعجبني في السيناريو هو التمطيط لبعض المشاهد وليس الكل. أي نعم هذه النوعية من الأفلام تحتاج أنها تكون فيلم أفلام طويلة، لكن ما تحتاج للتمطيط. هناك في بعض المشاهد تمططت، خاصة في مشاهد اللي هي موجودة في الدولة العثمانية، كان أحس أن في بعض المشاهد ما كان لها داعي، لكن في ظل وجود محمد رمضان لازم يعطونا لقطات أكثر، فأنا فاهم هذا الشيء. التصوير في هذا الفيلم هو لعب دور كبير جداً، تصوير مناظر اللي موجودة في أيام الفراعنة، سواء كان الإكسسوارات اللي موجودة في هذا المكان. أي نعم هو ممكن مكان ضيق، يمكن استوديو صغير أو عملوا حاجة صغير، بس تحس إنه كبير من حيث التصوير، الزوايا المرتبة، الكاميرا ماشية على الشاريو بشكل جيد، المشاهد جاية بشكل جميل جدا في الصورة هذه. فأيضا حتى التصوير اللي كان موجود في فترة الدولة العثمانية أنا عجبني أيضا. فالتصوير أنا أقول عليه من الأشياء الجميلة في هذا الفيلم. الموسيقى التصويرية قوية، لأن هذا النوع من الأفلام محتاجة تعطيك شدة انتباه، فاللي بيشدك في الانتباه أكثر الموسيقى التصويرية. وغير ذلك أنه في أغاني في هذا الفيلم، في أغاني في الحقبة الدولة العثمانية جيدة جدا، وفي أغاني في فترة البشوات عجبتني أيضا، في يعني في فترة الكابريه اللي كانت مأخوذة من أيام مارلين مونرو، نفس الفكرة هذه جابوها في هذه الفترة هذه، فحلوة كانت، يعني عطى جمالية لهذا الفيلم. المخرج شريف عرفة بعد فترة طويلة يعني شفنا له فيلم، يعني ممكن السينما المصرية ترفع راسها في هذا الفيلم، بحيث أن في الأعياد نحن دائما متعودين نشوف أفلام كوميدية وأفلام الأكشن السريع، لكن هذا الفيلم في شيء، في رمزية حلوة راح تنعرف إن شاء الله في الأجزاء القادمة، يعني أنت راح تلاحظها في إخراج شريف عرفة. شريف عرفة وظف نفسه بشكل جيد جدا. المخرج كيف تعرف أنه هو يوظف نفسه بشكل جيد جدا؟ بعد ما يوظف الممثلين بشكل مرتب، فهو وظف محمد رمضان بشكل جيد، ومحمد سعد بشكل ممتاز، وهند صبري أيضا، وعبد العزيز مخيون في بعض المشاهد، فتحس أنه هو اهتم فيهم أكثر. وأنا هذا الشيء أنا راح أشوفه إن شاء الله الجزء الثاني، الممثلين الباقيين راح يهتم فيهم أكثر وأكثر. فأنا هذا الشيء أنا أقدر أقول إن هذا شريف عرفة من الأعمال اللي كنا نحن ننتظر من شريف عرفة نشوف العمل جيد، أحسن من بعض الأعمال الأخيرة، سواء كان إكس لارج وغيره. هذا الفيلم يعني على الأقل رجع لنا شريف عرفة بشكل مبهر، بشكل قوي جدا. تمثيلا في هذا الفيلم محمد رمضان عجبني لأنه أدى الشيء اللي هو يعرف يؤديه، الأكشن
هو فنان في الأكشن، عمل حركات بهلوانية بشكل جميل جدا. أي نعم بعض المشاهد الحوارات عندك شوية نوعا ما، لكن في بعض الحوارات الكوميدية أدها بشكل حلو، مش كوميدية بمعنى أنه هو بيضحكك، لا يعني هي قفشات بسيطة وكان جيدة منه. ضد كل ظالم ومش هندفع إلا عن كل مظلوم. هند صبري كانت جميلة، ملامحها حلوة في فترة الفراعنة وأدت دورها بشكل جيد جدا. قنبلة الفيلم كان محمد سعد. محمد سعد تفوق على نفسه. أولا أنا أرفع له هذه القبعة لأن هذا الفنان قدر يطلع من الثوب الهزلي وليس الكوميدي اللي شفناه في بعض الأفلام. محتاجين أن محمد سعد يكسر شوية عن نفسه، يكسر القاعدة ويرجع للكوميديا مرة أخرى، ما في إشكالية. لكن في هذا الفيلم برهن للجمهور أنه هو ممثل درامي من الطراز الأول. دوره في دور الباشا اللي هو مش الباشا، الباشا بما معنى أنه هو يعني تعامل كباشا بس هو ضابط في الشرطة، كان جدا قوي. ذكرني بأيام أحمد زكي في فيلم زوجة رجل المهم أنه يكون صارم في نفسه. طبعا في بعض القفشات الكوميدية تطلع منه لا إراديا لأنه هو أنت بتشوفه في الشاشة لازم تضحك، لكن في هذه الفترة في هذا الفيلم راح توقف ضحكتك. فدوره كان جدا جميل وأدى دوره بفعالية قوية جدا في هذا الفيلم. طريق طويل صعب وهو ده أول خيط. الأدوار الأخرى عبد العزيز بخيون جيد، وسوسن بدر لحتى الآن ما بانت في هذا الفيلم، يمكن راح تبان في الجزء الثاني. روبي أيضا لم تظهر بشكل كبير يعني أدواتها تمثيلية، فممكن نشوفها في الجزء الثاني من هذا الفيلم. بصريح العبارة أنا راح أقول أولا الفيلم هو في بعض الأماكن كان فيها ملل، لكن أنا شبهت هذا الفيلم بمباراة بين فريقين متعادلين 0-0 لحد الأشواط الإضافية. في الأشواط الإضافية راح تشوف الجول الأول والثاني والثالث والرابع فتستمتع مع هذه الأهداف. فنفس الشيء في هذا الفيلم، نهاية الفيلم راح تنتعش فجأة، وخاصة يميك يقول لك لا راح نتلاقى معاكم أو نلتقي معاكم الجزء الثاني، راح تقول آخ أريد الفيلم يكتمل. فبالرغم من طول الفيلم بالرغم من هذا تسجم مع الفيلم في نهايته، وأنا تقييمي لهذا الفيلم راح يكون 3/5. في نهاية الأمر لا تنسون السبسكرايب.